في الفيديو ده هنتكلم عن حاجات مهمة جدا انك تعرفها قبل ما تاخد خطوة انك تدخل تجارة انجلش. اولا كده لو انت مالكش في اي حاجة فيها ارقام، يعني مجرد ما بتشوف مادة فيها شوية ارقام او تفتح كتاب فيه ارقام او اي حاجة بتتعقد وبتتضايق، في فوبيا اصلا عندك من اي حسابات او ارقام، فبلاش تجارة خالص، يعني سواء تجارة عربي او تجارة انجلش. طيب هل ده معناه ان المواد صعبة؟ يعني اللي هي ما تتفهمش خالص لدرجة ان اي حد عنده عقدة من الارقام ان هو ما يفهمهاش؟ لا طبعا، الا لو كان كده يعني ما كانوش خدوا ناس من ادبي، يعني كانت الكلية هتبقى مخصصة لعلم رياضة بس. فالمواد كويسة للي بيحب يشغل دماغه، هي بس محتاجة تعود، وكل حاجة بتبقى كويسة ومع الوقت كل حاجة بتبقى تمام، مفيش اي مشكلة. لكن في ناس بتبقى كده عندها عقدة مع اي حاجة فيها ارقام، ما بتحاولش معاها خالص. طيب لو انت برضو كنت مدرسة عربي وقلقان تدخل ما تفهمش حاجة، هل الكلية هتبقى صعبة عليك ولا لأ؟ قول ان كلنا اصلا بنبقى داخلين تايهين، سواء مدارس عربي او مدارس لغات، كل المصطلحات اللي بنشوفها في الكلية مختلفة تماما عن الانجليش اللي كنا بناخده في المراحل الدراسية اللي فاتت، تمام؟ فالانجليش مش عائق خالص، ومع الوقت ومن شرح الدكاترة والتكرار في المصطلحات وانك تيجي تحضر وتقرأ وتترجم، كل ده هيبقى بالنسبة لك سهل. انا عن نفسي كنت في مدرسة لغات وكنت داخل اول ترم كنت تايه جدا، واول ترم جبت تقدير مش حلو، والترم التاني حسنت من التقدير بتاع شوية وقدرت ان انا اجيب تقدير كويس في الترم التاني. بتقلق من حتة ان مثلا ان شرح الدكاترة يبقى كله بالانجليش بس؟ لا، الدكاترة بتتكلم بالانجليش وبتتكلم بالعربي، في دكاترة بتعمل ميكس ما بين العربي والانجليش، وفي دكاترة بتشرح بالانجليش بس. طب مثلا لو الدكتور قومني وسألني بالانجليش وما عرفتش هو بيقول ايه، عادي جدا اسأله وخليه يفهمك هو قال ايه، او يعيد السؤال تاني، محدش هيتريق عليك. ولو ده حصل فالدكتور هيفرج باللي اتريق عليك ده المدرج كله وهيطلعه بره، محدش يقدر ان هو يتريق عليك، يعني لان هو هيتهزق جامد. انت داخل المكان ده عشان تتعلم، مش داخل المكان وانت عندك خلفية بكل حاجة، فما تقلقش من حتة انك تقوم تسأل مع الدكاترة او يبقى في تفاعل مع الدكاترة. الدكاترة مش هتاكلك ولا هتعضك، دول بني ادمين زيهم زيك، اي حاجة مش فاهمها هيوضحوها عادي، اي كلمة قالوها بالانجلش انت مش فاهمها اسأل عليها عادي. حتى لو ملحقتش انك تسأل في المحاضرة اكتبها، ولما تروح البيت ترجمها وافهم معناها. كمان يا ريت ما تشوفش نفسك على غيرك. يعني ايه؟ في ناس بتجار انجليش كده عشان هي بس دافعة قرشين زيادة، بتبقى شايفة نفسها شوية على بقية الكليات وعلى بتوع تجارة عربي، مع ان اصلا مفيش اي فرق ما بينهم وما بين تجارة عربي، غير ان انت بتاخد نفس المواد اللي هم بياخدوها، بس الفرق ان انت بتاخدها بالانجلش. يعني خلينا اقول ان زمايلنا اللي في تجارة عربي دول اصلا ممكن يوفروا الفلوس اللي احنا بندفعها دي ويروحوا يسافروا بيها او يعملوا بيها حاجات كتير جدا يعني. فانت داخل تجارة انجلش عشان انت حابب تدرس الكلية بالانجلش، لكن بالنسبة لفرص الشغل، فرص الشغل واحدة، يعني كل واحد بياخد رزقه بشكل مختلف. انا ضد جدا الناس اللي بتقول ان تجارة انجليش احسن من عربي، وان خريج تجارة انجليش بيتعامل معاملة احسن من عربي، مفيش الكلام ده. انا مش شايف ده ولا شفت ده من الناس كتير حواليا، في اهلي، في يعني صحابي، ما شفتش حاجة زي كده. اي بني ادم بيشتغل على نفسه بياخد رزقه اللي ربنا بيديهوله عادي جدا. في ناس كتير قوي خريجين تجارة انجليش وقاعدين على القهاوي، وبرضه في ناس كتير قوي خريجين تجارة عربي وقاعدين على القهاوي. حاجة كمان، بلاش تحفظ مصطلحات. يعني اول ما تخش الكلية كده هتلاقي ناس بتبعت شتات فيها مصطلحات بيقولوا لكم ايه احفظوها عشان تبقوا لما داخلين فاهمين معاني الكلمات دي ايه. لا، احنا مش لوحدنا، مش هنقعد نمسك الكلمات وننزل بيها سطر سطر، الكلام ده ما تعملهوش نهائي. انت لما تحضر المحاضرات في الكلية الحاجات هتتكرر قدامك كتير، من كتر ما هتتكرر خلاص انت مش هتبقى محتاج انك تحفظها، هتحفظها من غير ما تاخد بالك، فاهمني؟ فاحفظ الحاجة من غير ما تاخد بالك احسن ما تقعد بقى تنزل بيها بالورقة والقلم وتحفظ كلمات. لا، هو احنا خلاص يعني نظام المدرسة والحاجات دي خلاص خلص، فانت وفر طاقتك ووفر الهبل ده واقعد ذاكر المحاسبة، احفظ القوانين بتاعتها لان في قوانين فيها بتبقى محتاجة حفظ، اقعد احفظها بس.
كمان ما ينفعش تدخل الكلية لو انت بتكره الانجليش، لو انت اصلا يعني ما بتحبش التعامل بالانجليش خالص او تفتح اي مادة فيها انجليش، لو انت بتكرهه وما عندكش استعداد انك تحاول تفهم فبلاش. انما لو بتكره، لو لكن عندك استعداد وتقبل انك تحاول تغير ميولك اتجاه الانجليش، فتقدر تخش الكلية عادي جدا. وبلاقي نوعية من الناس داخلة الكلية كنوع من اللي هو ايه، من يعني بالبلدي كده من الفشخرة شوية. الكلية مش مجال ان انت تتفشخر بيها، ده يعني حاجة اكاديمية، حاجة علمية انت داخل تتعلم. يعني هل بقى بتاع طب وهندسة يفضل يمشي يتفشخر قصاد الناس ان هو في طب؟ اي نعم، بتوع هندسة ومن غير زعل هما بيشوفوش نفسهم ان هما بني ادمين غيرنا، يعني احنا بني ادمين وهما مهندسين، فاهمين انتوا دماغهم. بس لا، انت ما تبقاش زيهم، لان بشوف ناس كتير في تجارة انجلش بتبقى شايفة نفسها على الناس. الموضوع ما يستحقش كل ده، خلينا متواضعين جدا. الكلية ماشي، الكلية حلوة وكل حاجة، بس ده ما يستدعيش انك تشوف نفسك على حد. في الاخر ممكن حد يبقى من كلية مجموعها اقل منك ويقدر ان هو ينجز حاجات انت ما قدرتش ان انت تنجزها. عايز اكد كمان عشان تقدروا تجيبوا تقديرات كويسة، ان الكلية محتاجة مذاكرة اول باول. الكلية ما فيهاش حاجة صعبة، بس لو بتخلص يعني تحضر المحاضرة في الجامعة، او مثلا لو بتاخد كورس فيها اونلاين تخلصه وتقعد تذاكره على طول في ساعتها، وتبقى مرتاح بقية الاسبوع او بقية الايام اللي انت فاضي فيها. وعلى فكرة تقدر تشتغل جنب الكلية، فصدقوني هتبقوا مرتاحين طول السنة، وتقدروا كمان تجيبوا تقديرات كويسة. انا بحاول اعمل ده، لان انا كنت خارج من ثانوي ما عنديش طاقة ان انا اذاكر، والترم الاول عكيت الدنيا خالص في الكلية وما كنتش بذاكر اول باول. فما تغلطوش الغلطة دي، والمحاضرة تيجوا منها من الجامعة تيجوا تذاكروها على طول. وبس كده، دي الحاجات اللي كنت حابب افتح عينيكم عليها قبل ما تدخلوا الكلية. يعني اتمنى بس ان انا اكون فدتكم. مش عايزكم تنسوا قناة التليجرام، علشان دي هينزل فيها كل حاجة تخص تقديم الاوراق للناس اللي داخلة جامعة حلوان. انا هقدر افيدكم لان انا في جامعة حلوان، انما اي حد في جامعة تانية ما يخشش على قناة التليجرام دي. شكرا لو كملتوا الفيديو للاخر، واشتركوا في القناة علشان لو في اي جديد او اي معلومة ان شاء الله هعملكم بيها فيديو يمكن يعني يفيدكم. هقول لكم على انسب المكاتب اللي تجيبوا منها شتات للمذاكرة، ومين الناس اللي لو انتم محتاجين تاخدوا كورسات مع الجامعة، مين الناس اللي تاخدوا معاها كورسات كويسة، لان في ناس داخلة ممكن ما تفهمش من الدكاترة فتبقى محتاجة تاخد كورسات بره برايفت. يعني كل ده هبقى معاكم فيه، فلازم تبقوا مشتركين في القناة وتبقوا داخلين على قناة التليجرام.